السلام عليكم شباب، انا دكتور محمد الغبوشي، وان شاء الله هنبدا النهارده مع بعض اول براكتيكال سيشن في الكمبيوتر اورجانيزيشن كورس، او بمعنى اصح تطبيق على الامبيدد سيستم. يعني احنا اشتغلنا اسمبلي، بس اشتغلنا اسمبلي كله بالورقه والقلم. طب عايزين نطبق بقى الكلام ده عملي، نعمله ازاي؟ هنشتغل احنا بالكايل مايكروفيجن تول، اللي هو الشكل ده اللي قدامنا ده، اللي هو ده شكلها كايل مايكروفيجن تول. دي موجود منها فيرجنز كتير، احنا هنشتغل بالكايل مايكروفيجن فيرجن كام؟ 5. دي متاحه موجوده عندك، تقدر تنزلها فري، موجوده مفيش مشكله. والتسطيب بتاعها سهل جدا، ما فيهوش اي مشكله. احنا نزلنا الكايل تول وعايزين نبتدي نشتغل عليها. نشتغل ازاي؟ مبدئيا مجرد ما بتعمل دبل كليك، يعني تعالى نقفل كده دي كده ونفتحها من اول وجديد. ظهر لنا الويندو اللي قدامنا ده، ده اول حاجه خالص. طيب احنا عايزين نشتغل من سكراتش ونجرب مع بعض ونشوف النهارده. تمرين بسيط بس الهدف منه حته ازاي اتعامل مع الانترفيس بتاع التول بتاعتنا. احنا اتعلمنا في المحاضرات لغايه دلوقتي ان احنا ازاي نكتب اسمبلي بروجرام. طب ازاي نطبقه؟ تعالوا نشوف. في الاول احنا بنبتدي نعمل فولدر للشغل بتاعنا، سميه مثلا بروجكت، سميه اي حاجه. المهم عملت فولدر، حطه في الديسكتوب، حطه في اي مكان في الكمبيوتر بس تبقى عارف هو فين. وبعدين بعد كده بنبتدي نخش على التاب بتاع بروجكت ونختار منه نيو مايكروفيجن بروجكت. ظهر لنا كرييت نيو بروجكت. هنا ببتدي اختار بقى ايه؟ بختار الديستنيشن بتاعي او المكان بتاعي اللي هحط فيه الايه؟ الايديتور بتاعي اللي انا هبتدي اكتب عليه الاسمبلي بروجرام. فانا هنا مختاره فين؟ الديسك توب، على الديسك توب بتاعي باسم الايه؟ الفايل اللي انا كنت ايه؟ لسه عامله. وهسمي البروجكت بتاعي مثلا، سميه اي حاجه، سميه كده. هو كريت لك ايه؟ البروجكت بتاعك. بعد كده احنا عايزين نختار الايه؟ احنا هنشتغل بانهي ديفايس، تمام؟ بمعنى اصح اختار التايب بتاع المايكرو كنترولر اللي احنا هنشتغل عليه. احنا عرفنا دلوقتي انا بطبق على مين؟ على الامبيدد سيستم. الامبيدد سيستم انا بستعيد على المايكرو بروسيسور اللي هو الجنرال بيربز بتاعي، اللي هو عامل كل الحاجات، اللي هو البروسيسور بتاع الكمبيوتر نفسه. بمين؟ بمايكرو كنترولر بتشبيه صغيره فيها البروسيسور بتاعها، فيها الروم، فيها الرام، فيها كل البريفرنس اللي هو محتاجها. طبعا احنا في المحاضرات بتاعتنا احنا شغالين على مين؟ على المايكرو تشيب. تعالوا نشوف المايكرو تشيب بتاعنا فين. تمام، ادي المايكرو تشيب. احنا شغالين على مين؟ ابسط حاجه اللي هو 8051، اللي هو AT89C51. تمام، وابتدي ادوس ايه؟ اوكي. هيقول لي كوبي، اقول له لا نو. لحد هنا انا كده ايه؟ انا اخترت، عملت فولدر للشغل بتاعي، وعملت نيو بروجكت، واخترت مكان الديستنيشن بتاع البروجكت بتاعي هيبقى موجود فين. وبعد كده اخترت الديفايس اللي انا هشتغل بيه، اللي هو نوع المايكرو كنترولر بتاعي اللي احنا اتفقنا هو مايكرو تشيب AT89C51. طبعا على حسب انت عايز تشتغل على ايه. كل تشيب او كل مايكرو كنترولر ليها داتا شيت، بيبقى فيه اختلاف شويه في موضوع الايه؟ الاركتكشر، وبالتالي بيبقى فيه اختلاف في مين؟ في الاوامر او الانستراكشن بتاعتك شويه. فاحنا شغالين على مين؟ على المايكرو تشيب AT89C51. لحد هنا احنا كده ايه؟ عايزين نظبط البروبرتيز او الخصائص بتاعت مين؟ بتاعت الديفايس بتاعنا، يعني التارجت موديل بتاعنا. بمعنى ايه؟ بمعنى احنا اتفقنا ان اي بروسيسور المين كريتيريا بتاعته اللي هو مين؟ الكلوك فريكوانسي. تمام، يعني هو شغال بتردد قد ايه. طيب انا هنا بالنسبه لي في المايكرو كنترولر، احنا هنتكلم عليه في المحاضرات باستفاضه، ان احنا عندنا في اكتر من كلوك فريكوانسي. احنا هنظبط على كام؟ على 11
بوينت زيرو فايف ناين تو ميجا هرتز. يبقى انا كده ظبطت اول حاجه مين من تجويف تارجت، ظبطت الفريكوانسي بتاعت مين، بتاعت الكلوك. بعد كده هروح على الاوتبوت واقول له ان انا كمان عايزك تكريت لي، تعمل لي كريت لهكس فايل، دي برضو هنتكلم عليها بس ايه كمان شويه. وبعدين بعد كده في الديبج هقول له ليميت السبيد بتاعتك تو مين، تو ريل تايم بتاعك، اللي هو احنا اتفقنا ان انا هعمل شغل، الشغل ده هيبقى ايه، هيبقى هطلع هيكس فايل، والهيكس فايل ده في الاخر هعمل له بيرن على الروم بتاعت المايكرو كنترولر، وبالتالي البرنامج ده هبتدي اشتغل بيه في ريال تايم. بعد كده بعد ما عملنا الكلام ده هبتدي اروح جاي رايح عامل ايه، عامل فايل ومختار نيو. كده ده الاديتور اللي انا هبتدي اكتب عليه البروجرام الاسمبلي بتاعي. طيب قبل ما ابتدي اعمل اي حاجه خالص، المفروض ان انا اروح جاي عامل ايه، عامل سيف للاديتور ده، هنسميه مثلا اديشن وده. خد بالنا من حاجه، انا شغال ايه، شغال اسمبلي، يبقى دوت اي اس ام، تمام كده، وادوس سيف، ابتدي اكتب ايه الايه الكود بتاعي. تعالوا مثلا هنعمل برنامج بسيط جدا، البرنامج ده الهدف منه ان هو يعمل ايه، يعمل جمع رقمين اسمبلي، ثم بعد كده ياخد الرقم الجمع ده او الناتج ده يسيفه في الميموري في لوكيشن معين، في ادرس معين. فتعالوا نبدا الاول، احنا اتفقنا ان انا اول حاجه بعملها ان انا بحط الدايركتيف بتاعي، بقول للبرنامج انت بادئ من ادرس كام، من زيرو اكس. طبعا احنا عارفين الداتا بوينتر بتاعنا او مش البروجرام كاونتر بتاعنا هو 16 بت، تمام. فالمفروض ان انت عندك الادرس بتاعك ده المفروض يبقى كام، يبقى 4 ديجيت هكس، فطبعا الزيرو مش فارقه هو بيكمل بقى ايه اصفار. فتعالوا نبدا بقى اول امر، هقول له موف، موف ايه الاكيوميليتور، ورقم مثلا او رقم 25 هكس. فطبعا ناخد بالنا من حاجه، طالما انا هاساين داتا مباشره يعني مش من ريجستر لريجستر او من ميموري لوكيشن لريجستر او الكلام ده كله، لازم استخدم عمليه علامه الهاش اللي هي علامه الايه الشباك، واحط الرقم الاولاني. وناخد بالنا لو ما حطيتش الاتش بعدها فكده هو بالنسبه له شايفها على انها ايه، على انها ديسمال، تمام. لكن لو حطيت دي انها باينري، لو حطيت اتش على انها هكس. وبعد كده موف هاساين الرقم الثاني، يعني كوبي القيمة دي او الداتا دي حطها في الريجستر الفلاني، هحطها سي مثلا في ار نود، وهقصين كام، عايز احط الرقم التاني اللي هو مين، اي 3. طب احنا اتفقنا ان طالما في من اول الاي للاف لازم احط ما بين علامة الهاش واللي والديجيت ده ايه زيرو، عشان يبقى فاهم ان ده رقم. بعد كده هبتدي اعمل عمليه الجمع اد، اتفقنا اد بتبقى ايه، اي عمليه اريثماتيك او لوجيك اوبريشنز بتتم عن طريق مين، عن طريق الاكيوميليتر. طيب لحد كده المفروض ان انا عملت اول حاجه اورجن، ده دايركتيف بيستخدمه الاسمبلر فقط، يعني ده الاورجن، ده بيقول له بس بدايه البروجرام بتاعك في ادرس كام. الاورجن ده والان دول دايركتيفز ما بيطلعوليش اوب كود، اللي بيطلع اوب كود مين، الموف الاد اللي هو اي منومينيك من دول. طيب لحد كده انا حطيت الرقم الاولاني في الاكيوميليتور والرقم الثاني في ار نوت، وبعد كده جمعت الار نوت على الاكيوميليتور. الرقم الناتج الاد ده هيبقى موجود فين، في الاكيوميليتور. طيب انا عايز ايه من التمرين ده، عايز ان انا اسيف الرقم بتاعي ده الناتج بتاع جمع الرقمين، هسيبه في مين، في ميموري لوكيشن مثلا وليكن 20 هكس. يبقى موف
20 اكس كوما الاكيوميليتور، وبعد كده ان. تاخد بالنا من حاجه بس، بص كده، طالما هنا مفيش علامه الشباك، سواء بقى كده حطيتها هنا حطيتها هنا، الاوبرند اللي بعد النومينك ده، اللي بعد الامر ده الانستراكشن ده، فهو هنا معتبره ده ايه؟ ميموري لوكيشن. طيب لحد كده انا عملت ايه؟ انا خلصت كتابه البرنامج، ابتدي اشتغل ازاي؟ ده كده احنا اتفقنا مكتوب بايه؟ بالاسمبلي لانجوج. فببتدي اعمل اول حاجه اسمها ايه؟ اسمها ترانسليت. ودي بقى في نقطة صغيرة احنا ما عملناهاش هنا. هو هنا شفت قال لك ايه؟ قال لك the target has no object modulus. The target is not created. انا هنا عملت الفايل بتاعي وسيفته بس ما ضفتهوش في التارجت. فاجي هنا اعمل ايه؟ هتلاقي سورس جروب، وابتدي دبل كليك واختار الفايل بتاعي اللي انا ايه؟ ده اللي انا كتبته اللي هو الايديتور ده، تمام؟ واروح جاي ضايفه على مين؟ واعمل له اد. لما عملت له اد كده هو انضاف في السورس جروب بتاعه اهو. تعالى بقى نعمل ترانسليت لمين؟ للفايل الاسمبلي ده، يحوله لمين؟ للماشين لانجوج. هنلاقي هنا قال لي ايه؟ قال لي الاديشن بروسيس دوت اي اس ام زيرو ايرورز زيرو وورنينجز. يعني الكود بتاعك اللي انت كاتبه كله مظبوط، كله تمام، مفيش فيه اي ايرورز، مفيش فيه اي وورنينجز. عملنا الترانسليت، نبتدي اعمل ايه؟ نعمل بيلد. طلع لي ايه؟ طلع لي زيرو ايرورز زيرو وورنينجز. طيب عايز ابتدي بقى اتابع اشوف تنفيذ البروجرام بتاعي ده ستيب باي ستيب، واشوف الاوتبوت بتاعه شكله عامل ازاي. نعملها ازاي؟ بندخل على التاب او التبويب بتاع ديباج، وابتدي اعمل ستارت ديباج سيشن. حلو قوي. اللي فوق ده بيقول لك ايه؟ عمليه الاسمبلنج والاساين بتاع كل ادرس لكل امر والكلام ده كله. يعني اطلع لفوق قوي كده، تمام؟ هنا بقى الشكل ده شكل ايه؟ شكل الريجسترز. عندك الريجسترز الموجوده عندك كلها، الار نوت لحد ار 7 والاي والبي والستاك بوينتر والبروجرام كاونتر والداتا بوينتر والفلاجز اللي هي بي اس دبليو، كل الحاجات دي موجوده عندك اهي، وده محتويات كل ريجستر. ناخد بالنا من حاجه كمان، انا هنا هبقى محتاج اشوف الميموري. فاجي هنا اقول له ايه؟ اقول له فيو ميموري ويندو، وليكن مثلا اللي هي ايه؟ اللي هي ميموري ون. طيب تعالوا بقى ننفذ البرنامج. طب انا هنفذ البرنامج بنفذه بايه؟ بنفذه باف 11. خد بالك ان اول صف عندك ان انا عايز ايه؟ اموف في الاكيوميليتور 25 اتش. طب الاكيوميليتور فيه ايه؟ الاكيوميليتور فيه 00. طيب تعالوا ننفذ اف 11 اهو. الاكيوميليتور بقى اتحط فيه كام؟ 25 هكس. طيب الار نوت لسه، الار نوت فين؟ بزيرو اهو، الار نوت بزيرو. طيب اف 11 كمان الار نوت بقى فيه كام؟ بقى فيه ايه؟ 3. طيب بعد ما اجمع، خلي بالك الايه هنا لسه كام؟ ايه؟ 25 هكس. تعالى بس الاول هوريك حاجه هنا الاول. انت هنا عندك احنا كنا عايزين نشوف الميموري لوكيشن كام؟ 20. فبكتبها ازاي؟ دي كولون ونقطتين فوق بعض 20 هكس. لو تاخد بالك كده ال 20 هكس فيه كام؟ زيرو. تعالى نكمل بقى. اف 11
الايه بقى كام؟ بقى سي 8. سي 8 ليه؟ ما هو 5 و3 8 و2 و10 12 اللي هو مين؟ السي. طيب انا كده مين؟ لسه عندي هنا ال 20 هكس بكام؟ بزيرو. والقيمه اللي عندي دي موجوده فين؟ موجوده في الاكيوميليتور. فاضل لي اخر سطر انفذه. بص كده بقى اهي ال 20 هكس بقى فيها كام؟ بقى فيها سي 8. وكده احنا التمرين بتاعنا ببساطه كله خلص النهارده، تمام؟ و هوريك بس حاجه بسيطه نهائيه كده، بس ده كده التمرين بتاعنا. احنا كده خلصنا التمرين بتاعنا كامل، وشفنا ازاي بنتعامل مع الريجسترز، وازاي بنتعامل مع الميموري، وازاي بكتب عنوان ادرس معين عايز اسيرش اعرف القيمه الداتا بتاعته الفاليو اللي موجوده في الميموري كام. بكتب دي نقطتين في بعض اللي هو الكولون ده، والادرس بتاعي بيديني ايه؟ الادرس نفسه فيه متخزن فيه داتا قد ايه. طبعا احنا الفايل اللي احنا عملناه دلوقتي المفروض احنا خدنا في المحاضره ان انا بينتج من عندي كام فايل. في فايل دوت اي اس ام ده الاديتور اللي انا بكتب فيه، في فايل تاني دوت او بي جي تمام اللي هو الاوبجكت فايل، وفي فايل تاني دوت ال اس تي اللي هو الليست فايل، وفي فايل اللي هو ابس الابسوليوت فايل، وفي فايل كمان اللي هو في الاخير خالص اللي هو مين؟ الهكس فايل. واتفقنا ان احنا كل واحد من دول بيبقى ليه استخدام في الشغل بتاعنا. الاسمبلر او الايديتور بتاعي ده اللي انا اللي هو دوت اي اس ام ده اللي انا بكتب فيه مين؟ البرنامج بتاعي الاسمبلي. بعد كده بيتحول لي تمام لمين؟ للليست فايل والاوبجكت فايل. بعد كده الاوبجكت فايل بيخش على اللينكر تمام، وبعد كده بيحصل عندك بيطلع منه ايه؟ بيطلع منه الايه؟ الابسوليوت. بعد كده بيطلع منه بدخله على الاو اتش بروجرام، بيطلع منه مين؟ الهكس فايل. طبعا احنا اتفقنا ان البروجرام بتاعنا ده هو بيميكس كل الحاجات دي وبيطلع لي الايه؟ الفايلات دي كلها. تعالوا نشوف كده شكل الفايلات اللي طالعه عامله ازاي. تعالوا نفتح هنا. الليستنج ادي الاديشن بروسيس بتاعنا دوت ليست، طبعا هنلاقي عندنا اول حاجه في الليست فايل اللي هو اللوكيشن ده الادرس نفسه، وده الاوب كود بتاع كل امر، وده هنا السطر، وادي هنا السورس بتاعك او الكود الاسمبلي بتاعك. ده كده شكل مين؟ الليست فايل بتاع البرنامج بتاعك، او ده البرنامج اللي احنا كنا لسه ايه منفذينه اللي هو اورجن 00 وموف اي و25 هكس، وموف ار نوت و0 اي 3 هكس، واد اي وار نوت وموف لل 20 هكس الميموري لوكيشن الايه المحتويات الداتا اللي موجوده في الاكيوميليتر وان. فده كده ده مين؟ ده كان الليست فايل. والاوبجكتس هنا هتلاقي نفس الكلام طالع لك هنا في الاوبجكت بتاعه، وهنا كمان هتلاقي الاديشن بروسيس دوت هكس. ده شكل الايه؟ الهكس فايل بتاع مين؟ بتاع البروجرام اللي احنا كنا شغالين عليه. طبعا الهكس فايل ده احنا هناخد عليه سيشن لوحدها كده نقعد نشرح فيه الهكس فايل باستفاضه. ونشوفكم على خير يا شباب كده، ولحد كده احنا خلصنا السيشن بتاعتنا النهارده، ونتقابل ان شاء الله في سيشن جديده باذن الله.